ومعنا من لندن عبر السكايب الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل. أهلا بك سيد نهاد. سيد نهاد، ما الذي يمثله قطاع الطيران بالنسبة للخليج؟ كيف نفهم مبررات السعودية بالدخول إلى هذا القطاع، خصوصا ولا سيما المنافسة الشديدة بين الخطوط القطرية وخطوط الإمارات؟ كما جاء في التقرير، القطرية والإمارات تسيطر على المنطقة ولها حركة اقتصادية قوية ومعروفة عالميا. السعودية تنافس قطر وتريد منافسة الإمارات وتريد الحصول على أسطول كبير من الطائرات لاستحواذ البزنس أو الشغل في حركة النقل والمسافرين، ولكن هذا سيأخذ سنوات. ومن أين سيأتي المسافرين الجدد؟ وأين ستأتي الحركة الاقتصادية؟ كل ذلك يأتي في إطار التحويل الاقتصادي أو التنويع الاقتصاد تحت رؤية 2030، ولكن هذا يعتمد على دخل نفطي جيد فوق $70 للبرميل. الآن الذي شجع الأمير محمد بن سلمان على اتخاذ هذه الخطوة والإعلان عن تشكيل لجنة عليا للنقل هو ارتفاع أسعار النفط، ولكن كما نعرف من الاجتماعات الأخيرة لأعضاء أوبك بلس وحلفائها أن هناك خلافات واختلافات. هذه الخلافات قد تفكك أوبك وقد نرى تقلبات كبيرة في الأسعار، لكن ليس خطأ أن يخطط للمستقبل، ولكن هذا سيأخذ سنوات أمام منافسة شديدة من الإمارات ومن قطر أيضا. لذلك ليست عملية سهلة، ستأخذ سنوات، ولكن كل ذلك يعتمد على عنصر النفط. ولكن أيضا نعم، هناك ربما شعور أن وباء الكورونا قد بدأ يتلاشى وسيكون هناك انتعاش اقتصادي وطلب عالمي على السفر، لكن هذا غير مؤكد لأن كل ما تفعله السعودية يعتمد على بقاء أسعار النفط بحدود $60 إلى $80 للبرميل، وهذا قد يتغير إذا رأينا تفكك أوبك بلس أو اختلافات أعمق كما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية. طب أيضا سيد نهاد، يعني في ظل ما تفضلت به حضرتك من معطيات قد تتذبذب في الأيام القادمة، وفي سوق منافسة شديدة بين الخطوط القطرية وخطوط الإمارات، ما الميزات التي يمكن أن تقدمها السعودية في سوق الطيران اليوم حتى تدخل معركة الحصول على الركاب والشحن؟ هذا هو سؤال $10 ملايين. كيف تستطيع السعودية استقطاب مسافرين جدد وحركة شغل جديدة في النقل وكذلك في المسافرين؟ كيف تستطيع ذلك؟ ماذا تستطيع أن تقدمه من خدمات وامتيازات وأسعار جذابة والتي الآن تقدمها الخطوط القطرية وخطوط الإمارات؟ هذا هو السؤال الذي نريد معرفته. ماذا تستطيع إذا أرادت أن تتنافس على الأسعار؟ معنى ذلك الإيرادات ستكون أقل وستكون قصيرة المدى، ومعظم شركات الطيران في العالم لعلمك أنها تحقق خسائر وتحتاج إلى دعم الدول، لا تحقق أرباح كثير، لأن إدارة أسطول طيران على مستوى عالمي والسعودية تخطط إلى 250 وجهة سفر، أي نعم 250 بلد للسفر، هذا يحتاج إلى أسطول كبير ونفقات باهظة، ليست مسألة بسيطة وتحتاج إلى شغل كثير ربما 4 أو 5 سنوات قبل أن تحقق أهدافها. لذلك سيكون تحدي هائل وسنرى في المستقبل ما يحدث، لكن عليهم أن نعم يقدموا شيئا فريدا من نوعه لجذب المسافرين. إذا أنا شكرا أعطيت الخيار أن أسافر للخليج قد أختار القطرية أو الإمارات، لماذا شكرا أختار السعودية؟ ماذا تستطيع أن تقدم لي؟ سنرى كيف سوف تكون هذه الخطة الاستثمارية. شكرا لك جزيلا من لندن الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل، حدثنا عبر